أتكلم عن أسرار التنظيف، أو خلنا نقول إيش السبب اللي يخلي التنظيف أو التنظيفات اللي نسويها من خلال هذه الكورسات تعطي هذه النتائج أو توصل هالنتائج، أو في المحصلة إيش الشيء اللي لو حصلناه، إيش الشيء اللي لو حصلناه راح نتنظف، إيش أو إيش الشيء اللي لو سويناه راح نتنظف. السر الأول من أسرار التنظيف اللي هو التحول من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي، بمعنى أنه مشكلة رئيسية عندي لما يكون عندي شيء حدث سلبي، مشاعر سلبية، قصة مريت فيها وموجودة في صندوق أسود أنا ما أقدر أوصل له، مو واضح ومو باين ولا عارفه، فهو في حالة المختفي، في حالة السري، سري مختفي لا وعي. فالتنظيف اللي يقوم فيه التنظيف إنه يحول هذه الأشياء اللي أنت مريت فيها من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي، من حالة الاختفاء إلى حالة الظهور، من حالة إنه شيء سري إلى حالة شيء واضح، من حالة إنه في اللاوعي إلى حالة إنه في الوعي. بمعنى إنه خلنا نقول كأنه عندك وسخ تحت الطاولة وأنت مو شايف الوسخ، لا إحنا نطلع لك إياه قدامك، نطلع لك إياه قدامك، لأنه الوسخ اللي قدامك أنت تفهم أنك بتنظف هذا الوسخ، بس إذا كان الوسخ تحت الطاولة ومكان سري مو معروف موجود وقاعد يجمع يمكن بكتيريا، قاعد يجمع أشياء، فأنت مو شايف هذه الأشياء، مو شايف الوسخ، مو شايف الحوسة هذه، مو شايف الأشياء كلها، هذه الفوضى اللي موجودة عندك. فهذا هو السر الأول من أسرار التنظيف، أنه إحنا راح نطلع هذه الأشياء بدال ما هي تكون مخبية في مكان نبغاها تكون ظاهرة واضحة، نبغاها تكون قدامنا. ذلك بعض الأشخاص يهربون من فكرة التنظيف لأنهم ما يبغون يواجهون هذه الحقائق ولا يبغون يقفون قدامها ويشوفون الحقيقة. هذا السر الأول. السر الثاني اللي هو انتقال المشاعر أو انتقال المشاعري من مشاعر متدنية إلى ما يقابلها من المشاعر المرتفعة. خلنا أقول لك مثلا على سبيل المثال، أنت تبدأ تنظف في مرحلة عار تنتقل إلى مرحلة غضب، أو أنت تبدأ تشتغل في مرحلة غضب تنتقل إلى مرحلة حياد، أو أنت تبدأ تشتغل في حالة حزن تنتقل إلى حالة كبرياء. بمعنى أنه تحول المشاعر، تحول المشاعر في حالة التنظيف هو سر، هو سر. ليش؟ أنه كونك أنك أنت مريت في هذا الحدث، يعني أنت خلنا نقول انضربت وانت صغير، أنت انضربت وستظل مضروب، اليوم بكرة نظفت ما نظفت أنت انضربت وستظل مضروب. لكن في فرق أنه أنا مضروب وأنا ما زلت أشعر بالعار، ولا أنا مضروب وأنا أحس بالغضب. وهذا سر كبير جدا من أسرار التنظيف، أنه إحنا نبغاك أنت شعورك تجاه الحدث اللي صار، شعورك تجاه القصة اللي صارت يتحول من شعور إلى شعور أعلى. ممكن يكون درجة واحدة، ممكن يكون درجات. كثير من الناس لما يسوون تنظيفات على شيء معين أو محدد، على قصة محددة في حياتهم، ينتقلون درجات. مو كل حياتهم تنتقل درجات، لا، كل حياتكم تنتقل درجة واحدة في الغالب. لكن على هذا الحدث، يعني مثلا تعرضت لتحرش وأنا طفلة، أو تعرضت للضرب وأنا صغيرة، أو تعرضت للإهانة أو التنمر، أشعر بالعار أو أشعر بالتأنيب. في الغالب لما تنظف وتشتغل على هذه الأشياء وهذه الأحداث، في الغالب الأحداث هي ما زالت موجودة، يمكن تكون ما زلت تتذكرها، يمكن ما زالت قدام عيونك، بس بدلا من أنك أنت قاعد تشعر بالعار أو قاعد تشعر بالتأنيب، يمكن جالك غضب،
يمكن تروح تواجه الشخص اللي ضربك، يمكن تروح وتواجه الشخص اللي تحرش فيك، او يمكن تجيك حاله من حالات الشجاعه انك انت يمكن تفكر كيف انا اساعد الاشخاص اللي تعرضوا لهذا الالم، كيف انا اساعد الاشخاص اللي مروا بشيء مشابه لهذا الظلم اللي انا مريت فيه، وهكذا. يعني المهم انه شعورك تجاه الحدث اللي صار سوف يتغير. السر الثالث من الاسرار هو سر كثير مهم، كثير ومهم ان احنا يعني اثناء التنظيف وبعد التنظيف ان نتذكر هذا الشيء اللي قاعد يصير لنا او صار لنا. التحول من كأنه هذا الحدث أو هذه الأشياء اللي صارت عندك أو هذه القمامة اللي كانت في حياتك أو هذه المخلفات اللي كانت في حياتك إنها تحولت، كانت كأنها حالة ضعف، كأنها أشياء قاعد أنت تجرها وراك، كأنها أشياء معطلة في حياتك، تتحول مع التنظيف من حالة الضعف هذه إلى حالة القوة، كأنها تصير هي البنزين اللي يعطيك القوة، بدال ما كانت انت تجرها صارت هي اللي تعطيك الدافع انك تتحرك، بدال ما كانت شيء كثير مسبب لك ضعف كثير يعطل حياتك اصبحت شيء كثير يدفعك وكثير يجعلك تتقدم. وممكن تشوفون هذا مع الاشخاص اللي نجحوا في حياتهم مع ان عندهم نقاط ضعف كثير قوية وكثير كبيرة. ممكن تلقون شخص نجح وهو مثلا خلينا نقول مثلا ستيف جوبز وهو يتيم وتعرض لظروف صعبة، مثلا أهله تخلوا عنه، ظرف من أقصى الظروف الإنسانية اللي ممكن تعرضها الإنسان، إنه يعني يعيش بدون أمه وأبوه ويفقد المصدر الطاقي، مثل هذا الضعف أنا متأكدة أنه أصبحت نقطة قوة بالنسبة له أنه هو يتحرك. لكن ما راح تكون الضعف اللي عندك ما راح يكون نقطة قوة بدون ما أنت تسوي هذه النقلة. بمعنى الناس اللي عندهم مصايب وآلام ومعاناة و لا يعني بالضرورة اللي عندك معاناة أنك راح تنجح، لأنه مرات الناس يشوفون المعاناة يستمرون يبكون، يستمرون يتألمون، ويستمرون يشعرون بالحزن والعار والتأنيب والغضب. طيب أخذت خطوة، تحركت، سويت شيء، انت من اكثر الاشخاص المؤهلين للنجاح اذا كان عندك نقطة ضعف. انت من اكثر الاشخاص المؤهلين للنجاح لان عندك نقطة ضعف، لان عندك شيء ملخبط حياتك، لان عندك شيء سيء، لان عندك شيء مزعج، لان عندك شيء يوجع. هذا الشيء اللي يوجع من أسهل الأشياء إن إحنا ننقله من خانة الضعف إلى خانة القوة، ونخليه بدال ما هو يستنزف طاقتنا يكون هو البنزين اللي يدفعنا نتحرك، يدفعنا نتقدم. ذلك مهم إن نتذكر طول الوقت الأحداث اللي مريت فيها، هذاك الشيء وهذاك الشيء وهذاك الشيء، واو هذول اللي صنعوني الآن، واو هذول اللي صنعوني الآن، هذول اللي خلوني الآن أنا أفكر بهاي الطريقة، هذول اللي خلوني الآن أنا أنجح، هذول اللي خلوني أنا أتقدم. لكن في اشخاص عندهم كلها نقاط الضعف هذه وقاعدين يصيحون انا خواف، انا مريت بلحظه حزن، انا مريت بلحظه الم، انا مريت بعار، انا مريت. طيب عندك خيار انك تقعد طول حياتك تبكي، تقدر تسويها، تقدر يمكن تستمتع بهذا الالم، تقدر تاخذ حياتك بطولها وعرضها تتالم على المصايب اللي مريت فيها، وما في احد بيلومك صراحه لانه في الغالب الالم يعني كبير، ما في احد بيلومك. تقدر تختار هذا الخيار، لكن دائما تذكر ان عندك الخيار انك تختار انك تنقل كل هالحوسه اللي عندك وتحولها من ضعف الى قوه. هو دائما اقول الحياه الطيبه للشجعان، الحياه الطيبه للاقوياء، والحياه الطيبه للي يحترمون انفسهم، للي في لحظة يقررون انه انا اقدر انقل كل هالفوضى وكل هالحوسة وكل هالملفات المتلخبطة وارتبها واصل لحياتي.